أهم حاجة في التنمية، أهم حاجة أن تكون تنمية بالقدرة الذاتية المصرية، بمعنى قدرة الإدارة، قدرة الاقتصاد، قدرة المالية، القدرة الفنية، وده يشمل البنوك ومؤسسات الدولة وأفرادها وجامعاتها وقطاعها الخاص و القدرة الذاتية المصرية إن لم تكن هي الفاعل الأساسي في التنمية فلن تكون تنمية مستدامة. أعيد، إن لم تكن تنمية هذا المجتمع بالقدرة الذاتية المصرية لهذا المجتمع ماليا واقتصاديا وفنيا وإداريا لن تكون هذه التنمية مستدامة. وأديكم مثال صغير جدا، إحنا بدأنا سنة 82 نبني مترو أنفاق القاهرة، وأكبر وأسوأ مترو أنفاق تم في خلال 50 سنة السابقة هو هذا المترو، مع أن الشركة اللي عملته شركة عالمية، ولا احنا عارفين نشغله ولا عارفين نصونه ولا عارفين نكسب منه، لان مش احنا اللي فكرنا في تصميمه ولا احنا اللي بنيناه. فلو جينا قلنا برضو احنا طب احنا نحاول نبني ونجيب شركات مقاولات تبني، هتبقى العضلة شغالة بمخ اجنبي، ما ينفعش يحصل نشاز. لازم يكون التصميم قبل التنفيذ وصمم في مصر قبل، او فكر فيه في مصر قبل ما صنع او نفذ في مصر. اذا المبدأ رقم واحد الاعتماد الكامل على قدرة ذاتية المصرية منه وإليه وبواسطته، يعني يكون الإنسان المصري والفاعل الأصلي في تخطيطها وتنفيذها هو الغاية وهو الوسيلة. دي مبدأ رقم واحد في التنمية. طب هتقول لي طب احنا نعرف كل حاجة، طب عايزين المحطة النووية، اقول لك اه، يبقى اجي على اقرب متخصص في مصر للمحطات النووية واكلفه بالعمل واقول له لك ان تستطيع بمن لك ان تستعين بمن تراه على مستوى العالم، بس هو اللي يجيب الخبره مش الجهه الاداريه الجهله علميا. انا بعتبر ده المبدا الاول والثاني والثالث لحد العاشر. اي حاجه بعد كده نابعه من هذا الصحيح. نيجي بقى نمره 2، يجب أن تكون الدولة هي المحرك الأساسي للتنمية، وتركها لقطاع الخاص، تركها لمن يبغى الربح وليس من يبغي التنمية. الرؤى والاستراتيجيات وخطة التنمية تكون نابعة من الدولة، ده أساسي، والقطاع الخاص يأخذ فرصته بالكامل على أكبر مستوى ويستنفذ طاقته بالكامل من خلال الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تحتاجها الدولة. المشروعات اللي هتعمل تنمية تنقسم لثلاث مشروعات. أولا مشروعات إنتاجية يجب أن تبدأها الدولة، الإنتاجية الكبرى. ليه؟ لأن الدولة هي اللي في إيدها الأرض وفي إيدها المرافق والكهرباء والغاز وفي إيدها الرخصة، ولكن لا تستمر مالكة لها، تطرحها وتاخد الفلوس اللي صرفتها تعمل بيها المصنع رقم 2 و3 و4